أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الكتب المفيدة التي تنصحون باقتنائها وقراءتها أثابكم الله؟ الكتب كثيرة وكثيرة المفيدة والنافعة، أعظمها كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة، ثم كتب العقيدة، عقيدة السلف، كتب التوحيد، عقيدة السلف الصالح وما عليه الأئمة والمجددون من أهل العلم، ثم كتب الفقه التي فيها معرفة الأحكام الشرعية المبنية على الدليل من الكتاب والسنة، ثم دراسة كتب اللغة والنحو التي نزل القرآن بها من أجل أن يستقيم اللسان ويسلم من الخطأ واللحن. كل هذه من الكتب المفيدة، وهي كثيرة ولله الحمد، ميسورة. لكن ما هو بالشأن في الكتب، الشأن في المدرسين، الشأن في المدرسين الأكفياء الذين تستفيد منهم وتقرأ عليهم هذه الكتب ويشرحونها لك شرحاً صحيحاً. هذا هو الشأن، الشأن في المدرس أولاً ثم الكتاب. نعم.